بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ناخذ كتاب عمدة الأحكام. و30 باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. حديث ذا في فوائد مهمة. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الهدية، رجل من الصحابة يدعى بأبي جهم، أبو جهم، جاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، خميصة لها أعلام، يعني كساء كده مخطط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الكساء وصلى فيه، فلما صلى فيه عليه الصلاة والسلام نظر إلى أعلامه في الصلاة، الخطوط دي، فشغلت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من صلاته خلعها وقال: ردوها إلى أبي جهل، رجعها له. بس عشان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي نفسيته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي نفسية الصحابة، اختلك، قال: ردوها إلي وأتوني بأنبجانية، يعني ثوب تاني بس ما فيهوش إيه؟ علامة، ما فيهوش خطوط. وده استدل به العلماء على أنه يستحب للمصلي أن يحرص على الخشوع ويصلي في أماكن ليس فيها لغط. صلي في أماكن ليس فيها لغط، في تفريط شديد والله في الأمر ده. لذلك ينبغي، ده من فقه الرجل كما قال ابن عمر، أن يقبل على صلاته وقد قضى شأنه وحاجته، حتى يقبل بقلب فارغ عشان يقبل على ربنا، يصلي كده صلاة عقله مع ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ها، ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني في طعام وانت بتشتاق للطعام وجعان ما تقومش تصلي وانت متشوى للطعام، لان عقلك مش هيبقى في الصلاة، هيبقى في الطعام، عقلك هيبقى في الطبق اللي انت سيبته، صح ولا مش صح؟ وهو يدافعه الأخبثان، يريد ان يقضي حاجته في مدافعة، فمش هيطمئن في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا سمع اقامة الصلاة ان يأتي مسرعا، ما تجريش. سمعت اقامة الصلاة لو جريت يحصل لك ايه؟ نهجان، فتدخل في الصلاة وانت بايه؟ بتنهج، مش هتعرف بتقول ايه ولا هتخشع. لذلك يستحب للمصلي أن يأتي إلى الصلاة مبكرا، دي تهيئة نفسية للدخول على ربنا. تيجي في المسجد بدري وقاعد تسبح ربنا وتذكر ربنا، صليت ركعتين وقاعد منتظر إلى الصلاة، تقوم الصلاة، تقوم أنت تصلي بقى، حصل لك نوع من التهيئة، مش جاي من الشارع على الصلاة على طول، ها، ما تهيأتش، لا. فده من السنة. والحديث ده استدل به العلماء على أهمية الخشوع، والخشوع في الصلاة واجب، الخشوع في الصلاة واجب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. الخشوع من الصلاة في الصلاة ده من أهم الأمور. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع، والله من أهم الأمور. وجاء في الحديث أن من علامات الساعة أن يرفع الخشوع، تلاقي الناس بتصلي ولا ترى فيهم خاشعا، مش فاهم هو بيقول ايه. انت عارف والله بصحيح، والله كمان لو احنا صلينا بصحيح صلاة بخشوع حياتنا تتغير، صحيح. دي الصلاة دي فيها معاني عظيمة جليلة. الصلاة منهج حياة، الصلاة من أعظم ما يزكي نفسية العبد ويطهر قلبه. ليه؟ انت بتقف في استسلام وخضوع لله سبحانه وتعالى، وجاي كده مستشعر انت حامل ذنبك، اول ما تدخل في الصلاه: يا رب باعد بيني وبين خطاياي، اغسلني من الذنوب والخطايا، نقني من الذنوب والخطايا، معترف بالايه؟ بالذنب. بعدين تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي ربنا، بعدين تدخل على الفاتحه، حمد وثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى، اياك نعبد واياك نستعين، بعدين اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من ربنا. والهداية دول هدايتين،
هداية للطريق وهداية على الطريق، إن ربنا يثبتك ويحفظك ويحفظ عليك دينك من أهم ما يكون. بعدين تستعيذ من صراط المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى ومن شابههم. وبعدين إيه؟ بعد ما تقرأ السورة تركع. شوف الركوع ده، الركوع ده فيه حاجتين، ذكر الركوع والركوع نفسه. الركوع نفسه انحناء، خضوع لله سبحانه وتعالى، تذلل. وبعدين في التذلل ده بتقول سبحان ربي العظيم، بعدين ترفع تاخد نفسك، يا ربي لك الحمد اللي توفقتني لنا صلي وركعت. بعدين تنزل بقى للسجود. السجود تعظيم أكثر من الركوع، خضوع أكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وانت بقى حاطط أنفك وجبهتك في الأرض اللي هم أعلى حاجة فيك، وعلامات الكبر عند الإنسان فين؟ في أنفه وجبهته. يقول لك ده بص أنفه في السماء، يا عم انت رايح فين؟ ها؟ فحط أنفه فين؟ في الأرض لله مش لحد. يقول سبحان ربي الأعلى. لو فهم الحركات دي في الصلاة وفهم الأذكار دي في الصلاة هيطلع من الصلاة حاجة تانية، هيطلع منور. الصلاة نور، على قدر الخشوع في الصلاة على قدر ما تنير لك الصلاة. كان في واحد بيسأل سؤال، يقول احنا بنشوف ناس بتصلي كتير ومعلش يعني لما بيصلي يسرق ويطلع من الصلاة ويشتم ويظلم الناس او يرتكب محرمات او شغال في شغلانة محرمة وساعة الصلاة ينزل يصلي، ايه اللي بيحصل؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ان ليه؟ الصلاة. خد بالك الصلاة هنا بالالف واللام، الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي فيها خشوع، الصلاة الكاملة بتنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صليت صلاة حقيقية، صلاة بخشوع، تستحي تعصي ربنا بعد كده. لكن المشكلة اللي احنا ايه؟ عارف الموظف الكسلان اللي عايز يروح يمضي ويمشي؟ او ناس كتير بتتعامل مع ربنا كده، انا صليت اهو، انا صليت. عارف الموظف قاعد ملوش نفس يشتغل، ها بيشتغل من غير نفس، او ده بيصلي من غير نفس، والله مش مستمتع بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. فشوف اعلام، بس اعلام في الخميصة، الخميصة مخططة، النبي صلى الله عليه وسلم استنكرها وقال شغلتني أعلام هذه. ها؟ أما اللي إحنا بقى اللي تدخل في الصلاة وتطلع من الصلاة، ها؟ أول ما يطلع من الصلاة يا فلان أنت عملت إيه في الموضوع؟ هو كل الصلاة كان بيفكر في الموضوع ده، مشغول بمواضيع في الصلاة، ويطلع من موضوع يخش في موضوع، يطلع من موضوع يخش، ما فيش أدنى مجاهدة. وسبحان الله ما في إنسان مننا إلا بيحصل له سهو في الصلاة، ما في إنسان إلا يحصل له سهو في الصلاة، ولكن في واحد بيسترسل مع السهو، وفي واحد بيجاهد نفسه بيقطع السهو ده، يقول الله أنا فين؟ أنا واقف قدام ربنا، الحمد لله رب العالمين، يعني يا رب لك الحمد، نعمك كثيرة يا رب علي، استحضر المعاني دي. في واحد تاني يفتكر بقى أول خيط، يقول آه المفروض أنا أعمل كذا وخطط كذا وأروح كذا، ها؟ ومعاد القطر قرب، وتبص بقى تلاقي واحد في الصلاة ويبص في الساعة، يبص في المحمول. والله شفت حاجات عجيبة، والله شفت واحد بيصلي قدام الماتش، ها طب لو دخل جون هيسيب الصلاة ويبص على الجون؟ اه طبعا، ها بالله عليك ده مصلي، ده بيصلي لله، ده بيصلي في صلاة فيها خشوع، ها بيصلي قدام التلفزيون قدام المنكر. واحد بيصلي شفته بعيني حاطط قدامه جرايد عليها صور بشعة، اه والله صور بشعة، يا راجل انت بتصلي طب دم يركع، عايز يبص ويقرا الخبر، ها والله نسأل الله السلامه والعافيه، مصيبه بجد. ده دليل ان كثير من المصلين لا يعرفون معنى الصلاه، الصلاه الحقيقيه. احنا محتاجين نعرف يعني ايه صلاه. الصلاه دي صله بين العبد وبين الله، انت واقف بين يدي رب كريم عظيم سبحانه وتعالى، فلا بد ان انت تيجي كده مستحضر، انت ليك ذنوب وليك معاصي، وانت جاي طمعان في كرم ربنا ورحمه ربنا، ربنا يغفر لك، وتجي طمعان في عفو الله، وطمعان في رجاء الله، وطمعان ربنا يعطيك ثواب وربنا يتقبل منك، وجاي تشتكي ربنا همك وحزنك، انما اشكو بثي وحزني الى الله، مالكش حاجه تشتكيها ربنا؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم
قال شغلتني أعلام هذه. لما انصرف قال اذهبوا بخميصتي. وده دليل على استحباب أن يصلي أيضا في ثوب ليس له أعلام، واخد بالك؟ واستدل بالعلماء أيضا على أن الإنسان لو نظر في كلمة أو نظر في شيء مخطط أو شيء من ذلك، هذا لا يفسد صلاته، الصلاة ما تبقاش إيه؟ باطلة. يعني ممكن إنسان يحصل له سهو فيكون بيصلي في ثوب مخطط أو قدامه شيء مقروء فيقرأ أول كلمة أو كلمتين يحصل له سهو، فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، ولكن ينقص من الايه؟ من الأجر. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان حريص كل الحرص على الخشوع في صلاته. بعد ذلك باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وده من التيسير في الشريعة الإسلامية، إن في رخصة في السفر أن تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن الفجر ما فيش فيها جمع. الجمع خد بالك ليس هناك جمع بين الصلوات إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أنت بتفاجأ، والله حاجة غريبة أنا بستغرب صراحة، مع انتشار العلم وانتشار وسائل التعليم اللي أنت تفاجأ تسأل واحد أنت بتصلي يقول لك الحمد لله، صلي إزاي؟ يقول لك بجمع الخمس صلوات مع بعض. والله والله واحد قال لي كده، قال لي أنا بصلي الخمس صلوات مع بعض لما روح، دي مصيبة دي. قلت له تفكر كده بتصلي؟ إن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، ولله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، خد بالك في صلاة باطلة أصلا، ما فيش حاجة اسمها جمع بين أكثر من صلاتين، والفجر لا تجمع مع غيرها من الصلاة بإجماع العلماء. الفجر دي لوحديها، ممكن الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فين؟ في السفر. وهل يجوز الجمع الصلاة للمطر؟ نعم يجوز للمطر، ويجوز للمرض الشديد أن يجمع بين الصلاتين كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب خلينا هنا في السفر، بيقول الحديث إذا كان على ظهر سير، وفي رواية إذا جد به السير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متعجل لإدراك أمر ما في حرب أو في غير حرب، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فبعض العلماء بيقول ينبغي أن يجمع المصلي حين الحاجة، حين ليه؟ الحاجة. أما إذا كان نازلا في مكان فلا يجمع. وبعض العلماء قال إذا كان نازلا، يعني أنت في سفر مثلا نزلت تستريح في مكان، ليك تجمع ولا لا؟ بعض العلماء قال يجوز له أن يجمع، واستدلوا بقصة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، يبقى كان نازل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. يبقى خد بالك دي رخصة عند الحاجة، الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بس أنا عايز أقول لك حاجة هنا، الجمع ده فيه جمع تقديم وجمع تأخير، جمع تقديم وجمع تأخير. جمع تقديم يعني هتصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وتبقى ناوي تصلي الظهر، وبعد ما تخلص الظهر صلي ليه؟ العصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، جمع تقديم. جمع تأخير هتصلي الظهر والعصر في وقت العصر. بس هنبهك هنا نقطة مهمة، لو انت ناوي جمع تأخير لازم ساعة صلاة الظهر تنوي جمع التأخير، وإلا تبقى انت مصر على ايه؟ معصية. يبقى انت هتسيب الظهر لحد ما يخرج وقته، لا تبقى انت تقول ان شاء الله انا هصلي الظهر مع ايه؟ مع العصر، وفي نفس الامر المغرب مع العشاء. اما الفجر فلا جمع فيها مع صلاة من الصلوات. اخر حاجة ناخدوها النهاردة باب قصر الصلاة في السفر، ودي رخصة ايضا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. صلاة القصر في السفر واجب ولا مستحب؟ ولا القصر أفضل ولا إتمام؟ يعني تصلي ظهر ركعتين أفضل ولا أربعة أفضل؟ ها؟ اثنين أفضل؟ مش الأربعة أكتر؟ ها؟ هتقول لك الأفضل السنة طبعا، الأفضل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل،
حتى لو كان الأربعة أكتر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتين. لدرجة تعرف اختلف العلماء إن قصر الصلاة ده واجب ولا مستحب. الإمام أبو حنيفة يقول قصر الصلاة واجب، وده مذهب ابن حزم، يعني لازم تقصر الصلاة. وجمهور العلماء على أن قصر الصلاة سنة مؤكدة، وأن القصر أفضل من الإتمام. القصر الصلاة أفضل من إيه؟ من الإتمام، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفر، لم يثبت الحديث أن فيه أتم في ضعف. يبقى السنة تقصر الصلاة. طيب هتقصر أنه صلاة؟ ها؟ أي صلاة تقصر؟ الصلاة الرباعية فقط تقصر. الصلاة الايه؟ الرباعية تقصر، يعني تصلي حضرتك الظهر اثنين، والعصر اثنين، العشاء اثنين، والمغرب ثلاثة، والفجر اثنين. يبقى صلاة الفجر وصلاة المغرب ليس فيها قصر، ليس فيها قصر، قصر في الصلاة الرباعية فقط. وش معنى ليك رخصة في قصر الصلاة تطلق صلاة الجماعة؟ لا، لو معك رفقة من المسافرين تصلي معهم ايه؟ صلي معهم جماعة. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة يكون سفر 9 كيلو أقل حاجة، 9 كيلو خارج حدود البلد بعد مفارقة البيوت. احنا هنا فين؟ في اسكندرية. انت طلعت على طريق الصحراوي او على طريق الزراعي، ناوي تسافر بعد ما طلعت 9 كيلو، يبقى في الحالة دي ليك اللي انت تقصر الصلاة بمفارقة البيوت، بعد ما تفارق ليه؟ البيوت. والمسافر لا يسمى مسافرا الا اذا سفر على وجه الارض. السفر ده جاي من ايه؟ من السفور، الظهور، ظهر على وجه الارض، يعني فارق البيوت. يبقى ناوي تسافر 9 كيلو، يبقى ليك اللي انت تقصر الصلاة بعد مفارقة ليه؟ البيوت. جميل. وبعض العلماء بيقول 80 كيلو أو ما يقرب من 80 كيلو، ولكن القول ده أرجح لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. والحديث ده في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وهو أصح ما ورد في تعيين مسافة الايه؟ القصر. وسافة القصر 9 كيلو. طيب أنت بقى نزلت في مكان مسافر مثلا طنطا، طنطا كويسة؟ ماشي، رحت انت طنطا فناوي تقعد هناك أسبوع، ليك تقصر الصلاة؟ لا. جمهور العلماء بيقولوا ايه؟ من نوى إقامة 4 أيام فأكثر يتم الصلاة. في بعض الناس لما سمع موضوع 4 أيام ده تعرف بيعمل ايه؟ بيروح يعمل ايه؟ يقول لك أول ما يوصل يقول لك أنا هقعد أسبوع، خلاص ال4 أيام الأولين قصر وبعد كده إتمام. غلط. لأن المعنى هنا إيه؟ أنت ناوي إقامة أكثر من 4 أيام يبقى اسمك مقيم، اسمك مقيم، يعني راحت منك رخصة السفر. يبقى أول ما توصل تصلي إيه؟ تمام. طالما ناوي تقيم أكثر من 4 أيام، ناوي تقيم أقل من 4 أيام يبقى ليك اللي أنت تقصر الصلاة. طيب واحد بيقول أنا عايز أسأل سؤال، اتفضل. قال أنا دلوقتي سافرت طنطا عشان أخلص مصلحة، مصلحة من مصالح الحكومية، راح أطلع ورقة. رحت أول يوم للموظف اختم لي الورقة، قال لي معلش ختم مش موجود، عدي علينا بكرة. تاني يوم قال لك الموظف غاب. تالت يوم هتخلص إمتى يا ربي؟ أنا مش عارف. طب أقصر الصلاة ولا تم؟ أقصر الصلاة. وإن أقمت شهور، لأن أنت ما أنتش عارف متى تنقضي حاجتك، من لما تنقضي هترجع، فأنت ما أنتش عارف، ما انتش ناوي إقامة 4 أيام. واضح كده كلام يا إخواني؟ فده القصر في الصلاة. والقصر في الصلاة سنة مؤكدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.